أبونا أنا عندي مشكلة، أخويا محبوس في قضية مخدرات بين قصين كاتب اسم المخدر يعني ما علي، واخد حكم 3 سنين، وكنت بشتكي ربنا ليه عندي أخ كده، ما كانش عندي أخوات أحسن. المهم أن بعد ما هو اتحبس ب3 شهور دخلت الجيش سنة وما كنتش بروح له عشان الجيش، وعشان كان الأول ما علي. دلوقتي أنا خلصت الجيش وهو في السجن، ليا زيارة كل 15 يوم، وأم وأبويا وأمي عايشين بس بيشتغلوا ومش عارفوا يروحوا، وكمان الزيارة عايزة يوم كامل عشان تروح له، واللي بيروح هناك بيتبهدل خالص والمعاملة وحشة جدا مع الزوار. احنا نصحناه ياما بس هو ما كانش بيسمع الكلام، وكنت بتحايل نروح عليه الكنيسة وأصحابه ضحكوا عليه وقالوا له خد المخدر ده ونقله من هنا لهنا، وهو اتمسك بالمخدر وعشان كده أخذ الحكم ده. سؤالي يا ابونا، أول حاجة المفروض أنا أزوره ولا أنا مش مفروض أزوره؟ لأن أنا عندي شعورين، الشعور الأولاني هو اللي عمل في نفسه كده، والزيارة مؤلمة ومتعبة وبتضيع اليوم. وبعدين المسيح قال اسألوا عن المساجين، بس أكيد المساجين المظلومين مش المساجين المجرمين، وأخويا مش مظلوم وكان معاه الحاجة واتمسك بيها. سؤال التاني، أنا بحوش العشور ودفعت له مبلغ من العشور قبل كده ودلوقتي معايا عشور كذا، ينفع أدفع له في الزيارة من العشور ولا لأ؟ بص يا حبيبي، لما المسيح قال كنت مريضا وكنت سجينا ولم تزوروني، ما قالش إنه مريض بسبب المرض والاستهتار والسجن بسبب تهمة باطلة ولا تهمة حقيقية. فزيارة السجين بصرف النظر واجب. احنا لما بنعمل قداس للمساجين ما بنقولوش انت سجنت ظلم ولا عليك جنحة، عليا جنحة مش هناولك، انت عليك ظلم ولا جنحة، انت عليك ظلم هناولك، انت شكلك جنح مش هناولك. المهم خلاصة الكلام ايه اللي انا عايز اقوله ايه، ان ما هو ده بالعكس يا ابني، ده انت لما تزوره ده واجب عليك اكتر من اي حد تاني. روح يا اخي كلمه عن ربنا، خد له كتاب هدية صغير لقداسة البابا، وخلي المأمور يشوفه ويسمحوا لك بدخوله إنه ما فيهوش أي كلام ولا في أي أكواد ولا أي حاجة. خد له أجبية وقول له صلي كل يوم مزمور الصبح ومزمور بالليل، قول له أدي إنجيل، اقرأ الموعظة على الجبل، ده أنا مخطط لك على الآيات الحلوة. أنت لازم تخدمه أكتر من أي حد تاني، مش تتهرب علشان الموضوع بعيد والزيارة صعبة وهو اللي جابه لنفسه. لا، نمرة 3، وسامحني سامحني يا ابني، سؤالك في روح إدانة وتعالي. هو أنا ما بقولش إنه ما غلطش، هو غلط، بس مين قال إن ده يدينا الحق إن إحنا أفضل منه؟ أنت ممكن تكون ممسوك في خطية تانية زيها زي اللي عمله بالظبط قدام ربنا وأنت مش حاسس بيها، فبلاش الإدانة. آخر حاجة، العشور ينفع تديله 500 جنيه كل زيارة؟ آه، اديله 500 جنيه كل زيارة، وحاول تخلي زيارتك كل 15 يوم علشان لو فلتت مرة تلحقها ويبقى ما غبتش عنه أكتر من شهر، والفترة اللي جاية اعتبرها فترة خدمة، فترة خدمة. المسيح قال كنت سجينا، ما قالش عن باطل ولا عن ظلم.